السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة من شركة السليمانية بنقدم لحضراتكم عروض قوية جدا على منتجات من أفضل وأروع منتجات الأجهزة الكهربائية. معانا منتجات هندش الألمانية تشمل كل الرفايع، عجانات وخلاطات، ماكينة قهوة، هاند بلندر، ساندويتش ميكر، كاتل شاي، كل الحاجات ده هي موجودة فيها. كاتل الشاي ده هندش 1500 واط، 1.8 لتر، هندش ألماني، حاجة ممتازة جدا. في معانا برضو الجريل ده 3 في 1 جريل وماكينة وافل وساندويتش ميكر، 3 في 1 في الجهاز ده. ده ساندويتش ميكر ووافل وزي ما شايفين توستر، 3 في 1، وبيكون براند ألماني، عليه ضمان لمدة سنة، 750 واط. سعره في العرض 1850، كاتل سعره في العرض 550 جنيه. في معانا عصارة البرتقال هنريش 160 واط، عروض خاصة وحصرية سليمانية، عروض خاصة لفترة محدودة جدا جدا. ادي هي المواصفات بتاعتها، 100 واط عصارة برتقال هنريش يد معدن، حاجة ممتازة جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني في منها موديلين، في 160 واط وفي 100 واط، الاثنين بذراع معدن والجسم خارجي ستانلس وموتور قوي، تعصر برتقال موالح يوسف افندي ليمون، فيها 2 غيار وفيها الصمام دوت بيفتح ويقفل عشان اقدر انزل العصير. الومنيوم ارم زي ما قلنا، وموتور 160 واط، في موتور 100 واط. الموديلين دولت في 3450 وفي 2900 اللي هي 100 واط، موجوده الموديلين والعروض دي متاحه لغايه 30/7. معانا الهاند بلندر ممتاز ده هنريش، في برضه منه موديلين، بينزل موديل 800 واط وموديل تاني 1000 واط، 4 اسلحه بتاعته ستانلس ستيل. هاند بلندر ممتاز جدا، بيشتغل معانا في الحاجه السخنه، الدراع بتاعته طويله جدا، بيستحمل معانا، حاجه ممتازه جدا. براند برضو الماني هاينريش، زراع ستانلس والموتور 1000 واط، بيبقى هاند بلندر بس، معهوش اي محاكاه تانية. السلاح بتاع السكينه بتاعته 4 سلاح حاميه جدا، الماني، تكنولوجيا الماني، وبراند الماني ومستورد من المانيا وتصنيع الصين، عليه ضمان لمده سنه و1000 واط، وفي منه زي ما قلنا 800 واط، كميه محدوده والعرض ساري لفتره محدوده. برضو هنقول الاسعار بتاعته، الاسعار بتاعته عندي في اللي هو الالف واط دوت ب 2250، وفي ال 800 واط ب 2000. العروض متاحه لفتره محدوده. معانا خلاط هنريش برضو ممتاز جدا، 2 لتر ده بيجرش التلج، بيعمل عصاير السموزي، خلاط ممتاز جدا، ممكن نشغله كمطحنه، ممكن نشغله اي حاجه، خلاط ممتاز جدا. خلاط هنريش ضد الزجاج، ضد الكسر، الدورك بتاعه اكريليك ضد الكسر، 2 لتر الدورك بتاعه، الموتور بتاعه 2800 واط باور موتور، ايس كراش فانكشن، اقدر ان انا اجرش فيه التلج، اعمل عصير السموزي، متوفر بسرعات، سرعه بلس وثمان سرعات واون اوف، متوفر منه الوان بينك وموف ومنت جرين، منت جرين والموف وقطعة وحيدة بينك. الخلاط دوت دورك بتاعه ضد الكسر، اقدر اعمل فيه جميع انواع العصاير والتلج واجرش التلج وجميع انواع الخضروات، سخن وسائع، حاجة موتور لونج لايف، حاجة عالية الجودة، 2 لتر والشفشق بتاعه ضد الكسر، والبراند هاينريش، مستورد من المانيا، تقفيل الصين، ضمان لمدة سنة، تروس الداخلية معدن، 6 شفرة سكينة زوجية ب6 شفرات مزدوجة، ستانلس ضد الكسر 2800 واط، تقدر تطلبه بسرعة، الكمية محدودة، والعرض السعر 2200 جنيه حتى 30/7. معانا ماكينة قهوة هنريش برضو الألماني 850 واط، نازلة منها موديلين، في موديل الديجيتال وفي موديل الديجيتال ده اللي حضراتكم شايفينه، وفي الموديل اليدوي العادي. ماكينة قهوة 3 في 1 اكسبريسو كافي اند ميلك فوق. ماكينة القهوة هاينريش، ماكينة اسبريسو،
في منها زي ما قلنا موديل تاتش وفي موديل عادي انالوج زراير عاديه. الوحيده اللي بتتميز ان الترومبه بتاعتها 20 بار وان عندها الايطاليان بام الترومبه بتاعتها ايطالي. ماكينه قهوه اسبريسو اقدر اعمل فيها اسبريسو، قهوه عاديه، فوم لللبن، واقدر انزل منها كمان ميه مغليه للمشروبات الساخنه. مزوده بعداد بار ومزوده بيد اجزاء معدن، الجسم الخارجي ستانلس، مزوده كمان بمدفأة تدفئه للفناجيل. وزي ما قلنا هي الاسبريسو والكوفي والميلك شيك اللي هو الفوم بتاع اللبن، وتاتش و20 بار 850 واط، مقارنات الماني وايطالي وتقفيل الصين وضمان لمده سنه، ماركه هاينريش الالمانيه. عندنا الموديل دوت ب 6200 جنيه والموديل الانالوج ب 5800 جنيه. عرض خاص لفتره محدوده على عروض شركه السليمانيه للاجهزه المنزليه، تقدروا تطلبوها اونلاين من الستور بتاعنا الاونلاين ستور، او تطلبوها ونوصلها لكم لغايه البيت، ومتاح دفع فيزا ومتاح دفع كاش، ومتاح برضو بعد كده عندنا العجانات هاينريش. اخر كميه موجوده من عجانات هاينريش الالمانيه 6 لتر ونص، هيفي ميتال جير بوكس، جير بوكس معدن والتروس معدن، و1300 واط ولونج لايف موتور، والدراعات الزراعات بتاعته والقطع الغيار كلها معدن، ومضرب البيض ستانلس ما فيهاش اي اجزاء بلاستيك، غطا الموتور ستانلس، حل ستانلس، 10 سرعات، موتور تربو بمروحه تبريد 6 لتر ونص، بيشيل معاك لغايه كيلو دي بالاضافات، حاجه تعيش معاك وضمان 3 سنين على الموتور. كمان معانا الشوايه شاورما والشيش طاووق وشوايه الفراخ 1400 واط، 3 في 1 1400 واط. شوايه شاورما هنلش برضو الالماني، ممكن نعمل فيها الشاورما، شيش طاووق، كفته، كباب، اي حاجه ممتازه جدا. 1400 واط شوايه شاورما منزليه ممتازه جدا جدا. في بعض المطاعم الكبيره كده بتعمل لقطه بيها برضو كده بيشتغلوا بيها. دي متاحه للاستخدام المنزلي والتجاري، اقدر استخدمها اعمل فيها شاورما زي ما موجود في اليمين دي، شاورما فراخ في البيت او لحمه، اعمل فيها كباب، اعمل فيها شيش طاووق او كباب او فرخه كامله، وبتلف بموتور ويركب فيها سياخ، او ممكن استخدمها للشاورما كسيخ واحد، او السياخ اللي بتركب اللي هي دي بالتروس بتاعت اللي هي السياخ بتركب، اعمل فيها شيش طاووق او شيش كباب. زي ما قلنا 1400 واط، هيتر حلزوني ستانلس مزوده بموتور وهيتر تسخين فوري وبراند هاينريش الالماني، 2850 عرض لغايه اخر سبعه. كمان العجان هاينريش اللي قلنا عليه متوفر بلون جراي ولون مينت جرين ولون بينك ولون موف، 6 لتر ونص، سعره 5.5 في العرض 5500 جنيه. ادي شوايه الشاورما، الكرتونه الداخليه بتاعتها، وادي الكرتونه الخارجيه بتاعت الشحن. في معانا القلايه الهنريش 3.7 لتر دهيت، في منها موديلين برضو، موديل اللي هو الديجيتال ده اللي حضراتكم شايفينه، وفي موديل بوكر، متوفر موديلين 1500 واط الاثنين، موديل بوكر وموديل ديجيتال اللي حضراتكم زي ما شايفين كده، ثلاجه قلايه بدون زيت 3.7 لتر، تعادل 4 لتر هي، يعني بنقول عليها 4 لتر، وهي درجه حراره من 80 ل 200 درجه، والواط بتاعها 1500 واط، وده موديل التاتش، متوفر اخر قطعه من الموديل دوت، ومتوفر بعد كده الموديل اللي هو الانالوج 4500 جنيه في العرض، اللي هي التاتش 4500 جنيه. متوفر اهو كذا برنامج اهو، حاجات للسمك، 10 برامج، البطاطس، فراخ، لحمه، كل الموديل الانواع. وهنا عندي اللي هي العاديه اللي هي بتبقى اوكر عاديه انالوج، برده نفس الوات 1500 وات، وبتكون من 80 ل 200 درجه الحراره، والسعه بتاعتها تعتبر 4 لتر اكس اكس لارج من جوه واسعة من جوه، تعادل 7 لتر في الانواع الاخرى، بضمان سنه، ضد الصدى، هيتر قوي الماني، مكونات الماني، وبراند الماني عالي الجوده من هاينريش. سعرها في العرض 3600 جنيه، اللي هي الهاينريش الانالوج العاديه. كمان معانا مكمله في العروض النهارده على حلل التركي ماركه كركماز، مقاسات عندنا 22 و20 و24 و18، مقاس 20 عندنا النهارده الحله بتبدا من 1250 ل 22 1450 وال 24 1650 وال 18 1100 جنيه، وفي عندنا كمان ال 26 سعرها 1999. كمان معانا كيتشن ماشين فود بروسيسور براون 600 واط الماني، براند الماني، تقفيل روماني، بضمان رايه سنتين، سعره 8500 جنيه. وفي عندنا براون خلاط، براون خلاط برضو سعره 4000 جنيه. كبه ساري 700 واط بايركس وفيها قشرة توم وكبه بأربع سكينه، بضمان سنتين، وقلنا الدورك بايركس والتروس معدن، سعرها 900 جنيه.
معانا كمان برضو ستار جيت مكوى بخار سعرها 900 جنيه. في برضو عندنا خلاط زادة سعره 650 جنيه. خلاط زادة باتنين مطحنة، مروحة بريفكس حائط سايلنت معدن الشبكة بتاعتها، خمسة ريشة وبريموت كنترول 1400 جنيه. في عندنا شارك 1250 جنيه بدون ريموت. وكمان معانا شاشات ATA 32 بوصة سمارت ب 3999. عندنا كمان مروحة ويلسون ستان بسعرها في العرض 2400 جنيه. في مروحة ويلسون 5 ريشة، الوحيدة 5 ريشة، قوة موتور عالية جدا 130 واط، مستوردة من الصين، تبريد عالي جدا وسعرها 2200 جنيه. مكنسة بريفكس برميل سعر 3000 جنيه. مروحة فريش ستان سعرها 1650 جنيه. مروحة هواي بريفكس ستان سعرها 1800 جنيه. عروض حصرية فقط وحصرية من السليمانية على عروض. واخر عرض عندنا عجان هاينريش الالماني سعره 5000 جنيه، 5 لتر ونص، 1300 واط، معاه مفرمة وخلاط 3 في 1. مكملين معاكم برضو بقية العروض. في عندنا برضو المسطح الكهرباء 1 شعلة، ده سعره برضو 650 جنيه. وهاند بلندر براون في حاجة منه ب 7500 وفي حاجة منه ب 4000 جنيه. في خلاط برضو البراون. ومعانا برضو كيتشن ماشين فود بروسيسور 8600 جنيه، 1000 واط، متعدد الاستخدامات. وفي عندنا برضو فود بروسيسور بوش 8700 جنيه برضو متعدد الاستخدامات. عجان كيلد 14500، 2200 واط، عروض حصريه لفتره محدوده. كمان برضو معانا في مايكرويف كيوجي الماني 23 لتر بالشوايه سعره 5900 جنيه، فرن ليفون 3900 جنيه، فرن ليفون 45 واط 1400 واط 45 لتر بضمان سنتين 3900 جنيه ازاز زوجي. وفي معانا برضو فرن كهرباء 1400 واط كركماس تركي 45 لتر سعره 4500 جنيه. غسالة اطباق بوش، غسالة اطباق مش هنقدر نفتحها من التغليف بتاعها، هي زي ما شايفينها كده سيلد من برشمة، مش هنقدر نفتحها لان تغليفها ما بتفتحش، فقال عندي تركيب عن طريق الشركة. وزي ما شايفين اهو هي اعلى كفاءة واقل استهلاك للطاقة بي، و12 فرد وستلس، وادي الموديل بتاعها بضمان بوش 10 سنين وخمس سنين على باقي المكونات، استلس 12 فرد 60 في 60 سعرها 28000 جنيه من بوش. وبرده مكملين زي ما قلنا كينود عجان 12 1200 واط و6 لتر و7 من 10، تقدروا تطلبوه من السليمانيه ب 14500 جنيه. دي العروض لغايه يوم 30/7. مبردات مياه برده موجوده معاكم، مبردات جراند زي ما احنا شايفين، في بحافظه وفي بتلاجه وفي بدون حافظه وبدون تلاجه، تبدا من 4250 جنيه. مكنسه باناسونيك بانيزي ماليزي ب 5500 جنيه. فريزر الاسكا 3 درج برضو ب 7500 جنيه. عروض حصريه فقط وحصريه من السليمانيه، تقدروا تطلبوها وتوصل لكم لغايه البيت والدفع عند استلام. متاح دفع فيزا، متاح دفع كاش، تقدروا تطلبوها في اي مكان. ده الفرن اللي بنقول عليه، بس ده الازاز الفردي بيبقى هيتر حلزوني ومطل يمينه من جوه مزود بمروحه ولمبه، وفي منه هيتر زوجي، هيتر فردي ب 3500 ازاز فردي، والازاز الزوجي ب 3700. كمان شواية شاورما سعرها 400 جنيه. عروض عصرية كبة ستار جيت برضو 800 واط، جرش التلج، فرم اللحمة سعرها 900 جنيه. العروض دي فقط وحصريا. واخر حاجة فرن ايكون ب 2500 جنيه، 50 لتر كوري تقفيل مصري بضمان سنتين، مطل يمينة من الداخل مزود بمروحة ولمبة بسيخ شواية، وزي ما قلنا عليه ضمان سنتين، والعمر الافتراضي لتوفر قطع غير 3 سنين بعد الضمان 4 اكرة، سعره في العرض 2500 جنيه. العروض حصرية فقط وحصرية لدى السليمانية، جميع الأجهزة بالضمان وجميع الأجهزة متاحة من خلالنا في عروض حصرية لدى السليمانية، الأجهزة المنزلية. تقدروا تطلبوها داخل القاهرة والجيزة، وصحونا إن إحنا بنتكلم بسرعة عشان نلحق لأن وقت الفيديو مش عاوزينه يبقى طويل عليكم. تقدروا تطلبوا جميع الأجهزة، ثلاجات وزارات شارب وثلاجات بوش، إن شاء الله تتوفر معانا قريب ونعمل لكم عروض تانية، بس دي عروض شهر 7، آخر كميات موجودة والسعر ده لاخر شهر 7/2023، بعد كده الاسعار مش هنقدر نبيع بنفس السعر. فسامحونا لو طولنا عليكم، رجاء اللايك والشير، والتليفونات موجوده اسفل الفيديو، تقدروا تطلبوا اي حاجه وتتوصل لكم لغايه البيت، ومتاح دفع فيزا، متاح دفع كاش، متاح استلام من الفرع
متاح توصيل المنزل داخل القاهرة والجيزة والمحافظات. شكرا لحسن استماعكم ورجاء لايك وشير.